ورجعنا لكم، بنفكركم برقم التليفون من اي تليفون محمول 1480 ومن اي تليفون ارضي 0900 93 80. وهنتكلم دلوقتي عن محاربة التجاعيد. هنحاربها ازاي مش عارفة، بس هنتكلم عنها دلوقتي. بيساعدنا يكون في فقرتنا النهاردة دكتور منير ويليام، كبير جراح التجميل. اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا، نورنا يا دكتور. اهلا بيك يا مرحبا. انا مش عايزة اتكلم على التجاعيد ان هي بس بتخص كبار السن، لان انا اوقات بشوف انه في بنات صغيرة في السن، يعني ما بتكلم في العشرينات، اواخر العشرينات، تلاتينات، 31، اللي هو الوقت اللي لسه شوية على التجاعيد، الاقي وشهم كله مجعد. وانا بقى اللي بفقس السن منين بقى؟ مش من التجاعيد، انا بفقس السن من نظرة العين. نظرة العين على طول اقول الست دي عندها حاجة و40 سنة، الست دي عندها حاجة و30 سنة، البنت دي عندها 20 سنة، 25 سنة. هي دي اللي بتفضح الدنيا. فايه مدى صحة الكلام اللي انا بقوله؟ هو الحقيقة كلام مظبوط في الحتة دي قوي، ان في عوامل كتير بتظهر التجاعيد. مش السن بس، يعني هو الواحد اللي بيكبر في السن يبتدي السن يدي علامات الزمن، ماشي. لكن في حاجات تانية بتساعد، على سبيل المثال التدخين، على سبيل المثال الكحوليات ايا تكون انواعها، على سبيل المثال الانسان اللي اصيب بمرض قبل كده، كان عنده درن، كان عنده بالهرشة قديمة، دي حاجات تساعد، اصابة سابقة موجودة. على سبيل المثال طبيعة العمل نفسها، الانسان اللي بيشتغل 18 ساعة مش زي الانسان اللي بيشتغل 6 ساعات. على سبيل المثال ممارسة الرياضة من عدم ممارسة الرياضة. فدي كلها عوامل بتدخل مع بعضها، الحالة الاجتماعية، الظروف النفسية، الضغوط اللي بتحيط بالإنسان. عشان كده يا أستاذة بنقدر نقول إن لازم نميز بين حاجتين، العمر السني والعمر البيولوجي. العمر السني ده موجود في شهادة الميلاد، أنا في شهادة الميلاد سني 60 سنة 50 سنة، ده العمر السني. العمر البيولوجي ده درجة إنهاكنا لعضو معين. على سبيل المثال الإنسان اللي بيشرب مثلا المدخن، تلاقي مثلا سن هذا الانسان في شهاده الميلاد 30 سنه، بينما لو جيتي مسكت الرئه بتاعته تلاقي سنها البيولوجي 50 سنه. يبقى هنا درجه انهاكه لهذه الرئه نتيجه التدخين. مثال ثاني، مثلا انسان عنده بالهرشه قديمه، سنه في شهاده الميلاد او سنها في شهاده الميلاد مثلا 20 سنه. كبده بينما المثانه او الكبد تلاقي السن البيولوجي على درجه اصابته وخطورته اصابته من هذا المرض وهكذا. يبقى هناك فرق كبير من حيث ان احنا نقسم بين العمر السني والعمر البيولوجي. ما ننساش بس دايما اقول لحضرتك على حاجه، طبعا هو الداخلي اهم كتير قوي من الخارجي، يعني والعياذ بالله الواحد لما بيبقى عنده مرض داخلي وما بيبقاش باين للناس كلها، بس ده بياكل فيك اكتر من ان شكلك يبقى حلو او وحش او باين عليك سنك او مش باين. بس عاده الناس الطبيعيه البني ادمين بيبقى مهم عندهم جدا الشكل الخارجي. فاحنا وبنتحايل بقى على السن، وبنتحايل على الاجهاد، وبنتحايل اللي يحط مكياج، واللي يروح يعمل عمليه تجميل، واللي يروح يعمل باتكس وهو الى اخره. بس احنا مش عارفين ايه مدى صحه هذا يعني انا عارفه انه يعني انا عايز اسال حضرتك بمنتهى الصراحه والامانه عشان خاطر ربنا مش عشان خاطر حد تاني، الباتكس ده في حاجه مضره؟ لا، انت دخلت في العلاج على طول، لكن بما يعني اذا طالما احنا بنتكلم على هذا، ما هو هذا المادة؟ هذه المادة عبارة عن سم لنوع معين من انواع البكتيريا. هذا السم بتاع نوع معين من انواع البكتيريا بيتحضر بالهندسة الوراثية. بس انا الحقيقة الميكروب او البكتيريا المشهورة دي هي نوع من انواع البروتياز. هذه البكتيريا طبيعية. انا فاكر لما كنا بنتعلم في الطب كان يقول ان جرام يكفي لقتل كل السكان الارض، جرام من هذا السم. لكن الهندسه الوراثيه قدرت تحضر هذه الماده بحيث ان هي بتشتغل على حركه العضلات وبتعمل نوع معين من الشلل بالنسبه للعضلات. لكن انا واحد من الناس ما بفضلش استخدام هذا النوع من الادويه في العلاج بتاعي. فيعني احنا لما نيجي نتكلم احنا الله يطمنك بالظبط. انت دلوقتي خليتينا ندخل، يعني انا عايز اقول لسيادتك ان علامات الزمن اللي بتظهر اللي انت بتتكلمي عنها ممكن حاجات كثيره جدا تظهر هذه العلامات. انظمه الرجيم القاسيه اللي بيجيبيها الناس، ما دي بتدي علامات عجز وسقوط في الوش بحاجات كبيره. العمليات الكبيره اللي احنا بنعملها ما بين تدبيس معده، ما بين تركيب حقنه، ما بين حاجات دي كلها
دي بتسقط الجسم وتبتدي تظهر لك العلامات اللي بتظهر في سن صغير زي ما احنا بنتكلم. معلش اخد بس التليفون ده عشان لحضرتك فما اقدرش اسيبه اكتر من كده. الو الو مساء الخير. مساء النور. اول حاجه اقول لحضرتك اني انا بعشقك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك والله العظيم بحبك جدا. بتمنى اني حضرتك كنت تبقي اختي او خالتي او قريبتي. دي اول حاجه لازم اقولها لك. ربنا يخليك يا حبيبتي. ثاني حاجه بطلب من حضرتك طلب، يا ريت دايما تستضيفي الدكاتره النفسيين، لاني قد ايه اللقاء ده بيبقى جميل قوي وبيفيدنا قوي قوي، لاني عندنا امراض كتير بس والله اساسها التعب النفسي. لو التعب النفسي ده راح اكيد الامراض دي ان شاء الله هتروح ان شاء الله باذن الله. بشكر حضرتك جدا. سؤالي بقى للدكتور، انا عندي 47 سنة. تمام. بالظبط من سنتين ما كانش عندي اي تجاعيد ولا اي حاجة في وشي، وكان وشي طبيعي جدا. ما عرفتش ليه بعد سن 45، عايزة اقول لحضرتك انا ما بقيتش اخرج من البيت، من كنت ما كل حد يشوفني يقول لي انت ليه مكشرة كده، انت ليه وشك عائد كده، الكلمة دي بتعكنني وبتضايقني جدا. انا ما بقيتش اخرج، علامات بين حواجبي فعلا مفحوطة بطريقه بشعه، وفجاه كده والله ظهرت. استشرت كذا دكتور، اكتشفت ان الموضوع ده مكلف جدا، موضوع ان اخد حقن ده مكلف قوي، انا ما اقدرش عليه. رقم واحد. ثاني حاجه انا ما عنديش برضو ثقه قوي في دكتور ان يعمل لي ده، ياذيني في حاجه تانية او كده. بتشربي سجاير؟ نعم. بتشربي سجاير؟ لا لا خالص خالص والله. طيب يا ريت الدكتور بقى يفيدني ويقول لي اعمل ايه، لان فعلا الموضوع ده والله خلاني ما بقتش اخرج من البيت. تخيل لما ابقى لسه خارجه من البيت الاقي حد يقول لي ايه الوش العائد ده، انت ليه مكشره كده، انا مش مكشره والله يا جماعه ولا حاجه، ما بقتش احب اخرج. فنفسيتي تعبانه جدا والله بسبب الموضوع ده. حاضر. طيب شكرا جدا لحد معاكي. هيقول لك الدكتور هو هنا الحقيقه انا دايما طالما داخلين في طريق العلاج انا دايما بفضل الوقايه خير من العلاج. الوقاية في الغذاء بتاعنا، الغذاء بتاعنا اللي موجود فيه الخضروات الطازجة المسؤولة عن تكوين البشرة، وكل ما كانت الخضروات دي أكثر احمرارا أو أكثر اصفرارا أو أكثر اخضرارا، كل ما كانت نسبة البيتا الكاروتين الموجودة فيها عالية، كل ما كان اللي موجود فيها الفيتامين ألف المسؤول عن تكوين الجلد. الحاجة الثانية لازم نهتم بالفاكهة بتاعتنا اللي فيها فيتامين جيم المسؤول الأساسي عن الأوعية الدموية بالنسبة للإنسان. يبقى إذن الطريق الوقائي ده من الحاجات المهمة المعروفة اللي لازم إحنا نتكلم فيها. الحاجة اللي بعد كده هو العناية بالبشرة بتاعتنا. لازم أستخدم أنواع معينة من الكريمات والمكياجات المسؤولة عن تكوين البشرة. أيضا لازم أتعامل مع البشرة الحاجات اللي هي زي الإضاءة بالنسبة للإضاءة بالنسبة للناس، التدخين، الأشياء اللي هي موجودة دي كلها. عشان كده اللي هي المستمع المشاهدة لما اتكلمت معانا، انا دايما بحب الطريق الوقائي لان الطريق الوقائي ده من اهم الطرق بالنسبه للعلاج. والا هندخل في الطريق العلاجي، والطريق العلاجي ممتد ومتشعب كتير جدا. في 5 خطوط للعلاج بالطريق العلاجي. في طريق يتعلق بالحقن وبانواعه المختلفه، وفي طريق يتعلق بالليزر ودوره بالنسبه للعلاج، وفي طريق ثالث يتعلق بالتقشير بالنسبه للجلد، وفي طريق رابع يتعلق بادويه معينه بتؤخذ في وقت معين، وفي طريق خامس بيتعلق بدور جراحات التجميل بالنسبه للعلاج. علشان كده احنا لما نيجي نتكلم المساله مش مساله مكلف او مش مكلف. المساله مساله تعتمد على نوع الجلد. الجلد ده احنا بنقسم الجلد لست درجات. تبدا بالبشره البيضاء ذات العيون الزرقاء اللي هي درجه 1، وتنتهي بالبشره درجه نمره 6 اللي هي الزنجو او النجرو وهكذا. فانت لما تيجي تتعاملي مع البشره مش شرط ان احنا نفكر في عمليات كبيره او عمليات صعبه، ولكن زي ما انا قلت في البدايه دور وقائي، يتناول الغذاء بتاعنا وطريقه معاملتنا مع البشره والكلام ده كله، وطور علاجي يتعامل يتكون كيف نتعامل مع البشره بتاعتنا، نوع الصابون اللي نستخدمه، نوع الكريمات اللي نستخدمها، وده يتوقف على نوع البشره بالنسبه لنا. لان احنا ممكن نقسم البشره لست درجات، ست انواع. في بشره جلد، بشره دهنيه، وفي بشره جافه، وفي بشره مركبه، وفي بشره صبوحه، وفي بشره حساسه، وفي بشره ملطخه. ففي 6 درجات احنا ممكن نتعامل بيها. فانت لما تيجي تتكلمي على العنايه بالبشره مش على طول هدخل اعمل عمليه، ما حدش قال كده. لكن انا اهتم ببشرتي، اعرف نوعها ازاي، اعرف اتعامل معاها ازاي. طيب وافرض يا دكتور ان هي خلاص اوريدي الخط اتعمل والحفره اتعملت،
دي هنعمل فيها ايه؟ خلاص حصل اللي حصل. انت هنا بتتكلمي مع جراح تجميل، جراح تجميل هيقول لك في طريق من طريقين، يا اما هدخل بالحقن، والحقن اساسا الناس متخصصين اللي هو الفيلر اللي هو حقن الدهون، احنا بنتكلم جراحه، احنا مش بنتكلم امراض جلديه. حقن الدهون ان انا اخد الدهون من اماكن معينه من جسم الانسان كشفط دهون، تمام، وابتدي اركز هذه الدهون واعيد حقنها في الوجه في الاماكن المصابه. عاده جراحه التجميل بتكون الحقن عن طريق 7 نقط، بدخل بابرتين يمين وشمال، اعمل خدين وادخل تحت العين واملى المنطقه الجانبه، يبقى في لزقتين بابرتين، وادخل بابرتين تانيين اخلص من الاخدود الخدي الفكي اللي هم الشرفتين دول بالظبط كده، وينتهوا لغايه الاخر. وبعدين في ابرتين دخلتين، ابره يمين وابره شمال، ابتدي بالشفه من فوق ومن تحت والدقن، واخر ابره بتبقى في النص للتجاعيد الموجوده للحاجات اللي هي بتتكلم عليها. لو انا بتكلم على علاج تجميلي مظبوط يفضل معايا طول العمر، يعني لو هي عندها 46 سنه واتعملت لها عمليه حقن دهون، الدكتور الناجح يقدر يحقن دهون تعوض الدهون اللي اتحرقت في 46 سنه فتعيش 46 سنه. يعني ده الكلام. يقعد حقن الدهون ده يقعد 46 يقعد سنة. اذا تم اجراؤه بالطريقه المظبوطه وقمت بتعويض الدهون بطريقه مظبوطه اللي اتحرقت في فتره زمنيه معينه تقدر تعيش نفس الفتره الزمنيه. وعشان كده يبقى الدكتور لازم بيدخل مع المريض بتاعه ويدخل جواه ويقدر يعرف ايه الابعاد اللي حاصله بالنسبه له، وهي بتحب شكلها يرجع قد ايه وفتره زمنيه قد ايه. بس هنيجي ده الدور الاولاني. بس ثانيه واحده، اقف هنا عند الحته دي. لما بتعمل العمليه دي انا بشوف ناس كتير قوي عامله، بحس بفرق في شكلها، يعني مش فكره بوتكس بقى ولا حاجه، لا ده نفخت يعني على 28، يعني الحياه اتظبطت قوي. شكلها فيك. لا انا سعيد بالسؤال ده اللي انت بتقوليه، تمام، معاكي حق في كلامك. احنا كنا زمان نقول نجيب صوره الست او الراجل وندخله على الكمبيوتر وبعدين نقول هنحقن ازاي والمنظر بقى ازاي. اتفقنا. لكن الكلام ده دلوقتي بطلنا من اكتر من 10-15 سنه، ودايما اقول للست او للراجل اديني صورتك اللي انت بتحبها، ده سعيد انت ازاي تحب صورتك، انت تبقى سعيد ازاي. فبيجيب لي صورته مثلا من 10 سنين يقول انا عايز ابقى كده. كده يبقى الدكتور بيتحكم في كميه الحقن علشان يوصل لهذا الشخص في السن اللي هو عايزه. فاللي بيحكمني دلوقتي هو انت او الانسان اللي بتعمل الجراحه. طلباتي ايه؟ طلباتك ايه؟ انما لو اتساب الموضوع للدكتور يعمل اللي هو عايزه، طبعا بتبقى اقبح امراه في الدنيا، وانا موافق معاكي هذا الكلام. انما هي المساله دلوقتي ان الشخص ده وصل بيه السن وعلامات الزمن بطريقه معينه، نساله انت عايز ترجع للصوره بتاعتك ازاي؟ اديني الصوره اللي انت بتحبها، الصوره اللي انا منير بحبها اكون فيها. يعني انا عندي دلوقتي مثلا 50 سنه، احب اكون صورتي في 30 سنه، فبجيب الصوره اقول للدكتور اشتغل دي. يعني دلوقتي لو جبت لدكتور التجميل صورتي وانا عندي 20 وانت كنت عايزاها وانت كنت عايزاها هيرجعني الدكتور هيصلك لهذه الصوره فعلا؟ لا، ما ده الكلام المظبوط. فهي المساله ان الشخصيه، لان مثلا الوش فيه طول، فيه عرض، فيه ابعاد، فيه عظم عريض بطريقه معينه، فيه خدود كانت موجوده نزلت. هي المساله ان الشخصيه يطلب حاجه يبقى هو عايزها. واخد بالك ازاي؟ والدكتور دكتور التجميل عباره عن ايه؟ قصه تجميل، صنايعي. انت بتجيبي له حاجه بتقولي له ساعدني ان اوصل لهذه الحاجه، خلاص. زي اللي بيحطه مكياج كده. انت فهماني ازاي؟ فدي الطريق الاول. انت لما اتكلمت معايا ايه الدور اللي انت بتعمله؟ يبقى دور يا اما عن طريق الحقن بالدهون من داخل الانسان لجسم الانسان، يا اما جراحات التجميل. جراحات التجميل احنا بنبص للوش ثلاث بنقسمه ثلاث حتت. الثلث الاولاني بيشمل على طول القرى والعين، الجفن العلوي. الثلث الاوسط بيمسك الجفن السفلي مع الشفه العليا مع الخدين. الثلث الاسفل عباره عن الذقن بالرقبه. يجي الدكتور يشتغل، يقدر يشتغل في مثلا في سقوط في الجفون، يبقى بيتعمل الثلث العلوي مع الثلث الاوسط وهكذا. انت مش كده وبس، ده انت ممكن تلعبي في شغلك انت وبتشتغلي، تعملي جراحه شد جفون وتعملي معاها حقن دهون. المهم انت تدخلي جوه المريض بتاعك او المريضه بتاعتك وتعرفي هي عايزه ايه وتوصلي ليها. لكن لو اشتغلتي انت بدماغك طبعا طلعت اقبح امراه واقبح شخص. هي المساله ان زي ما بقول لك هو فن التجميل. فكره حلوه حكايه الصوره دي. لا، هي المساله ما بقاش كمبيوتر زي زمان. لا، انا بطلب انت تحبي صورتك تبقى ازاي، والدكتور وظيفته ان يوصل لهذا المنظر. انما ما يشتغلش من دماغه، اشتغل من دماغه زي ما انت بتقولي ان بتبقى تعليقات سخيفه وفي طبعا علامات مش كويسه، وياما بنشوف عمليات وفنانين بيدخلوا في مشاكل كبيره جدا لانه هو ساب نفسه. كلمه ساب نفسه دي كلمه مرفوضه.
لان دايما لازم الانسان يبقى ليه ثقه بنفسه، ثقه بنفسه انه يرجع نظر يرجع كمان لصورته اللي بيحبها. انا لما يجي لي انسان واحد يقول لي انا عايزه مناخيري تبقى زي مناخير فلانه، قبل ما اقرب ناحيتها ببعتها تتعالج نفسيا، لان هنا الكلام لا صحيح، لان هنا انت ما دخلتيش في الصوره اللي انت عايزاها، لانك يوم ما تعملي مناخير فلانه يبقى عايزه ودن فلان وعايزه عين فلان. لا، احنا دخلنا في موضوع. على فكره لو جبتي اجمل عيون على اجمل شفاه على اجمل انف وحطيتيها في ست تطلع اقبح امراه في التاريخ. طبعا دي حاجه معروفه، احنا المساله مش بنتكلم كده. اوقات العيب بيبقى حلو. ميزه جماليه، ميزه جماليه. فانت المساله فن، المساله مش عباره عن صنع، هي حرفه وفن ومعرفه بين الدكتور والمريض بتاعه، عشان هي المساله في الاخر ان المريض يوصل لناحيه جماليه. هي شغل تجميل، مش شغل بقى دلوقتي حاجات اللي انت بتقولي نفخ و24 و28. معاك حق، ما هنا في حلقه مفقوده في الفن بين المريض وبين الدكتور. في ناس بتقلد كتير، يعني في مريض بيجي عايز يقلد، عايز يبقى كذا، ودن كذا، عين كذا، انف كذا، خدود فلانة. ده كلام مش مظبوط. لازم انت جوه انت، انا اساعد الشخص يدخل جوه شخصيته اللي هو بيحبها ويحبها. انما لو جاي يمثل يطلب حاجات من هنا ومن هنا، ده مهزوز، ده محتاج نفسي زي ما قالت لك ست في الحلقه، تجيبي له واحد نفسي يتعامل معاه او يعالجه. ده موضوع بعيد عن التجميل، ده مش تجميل. التجميل انك انت الشخصيه بتحب نفسها، كبر معاها السن او حصل شيء معين، ابتدت علامات تظهر، بتساعد الشخص ده انه يرجع كما كان جوه نفسه. طب الحقن الدهون ده يا دكتور، عشان بس برضو يعني مش عايزين ارقام طبعا، لكن هل دلوقتي حقن الدهون ده من جسم الى الجسم بيتكلف كتير؟ المسألة مش كده، هي المسألة ان طبيعة الجسم موجودة قد ايه، السن اللي موجود قد ايه، المستشفى اللي هندخلها قد ايه، نوع التخدير احنا هنستخدمه ازاي. هو بتحضر تخدير كلي؟ انت برضو قلتي سؤال مهم جدا. عادة في حقن الدهون 99% من شغلي انا شخصيا بيبقى تخدير كلي. ليه؟ لما تيجي تعملي تخدير موضعي، ممكن الدكتور اللي بيعمل تخدير موضعي يحقن حاجه معينه هنا ويحقن حاجه معينه هنا، تبتدي تخليكي انت وبتشتغلي تلاقي ان الصوره اختلفت. لكن لما يكون الوش ما تلعبش فيه، ما فيش تخدير، ما فيش حقن فيه، تقدري انت تلمسي تلمساتك اللي انت عايزه تعمليها. وعشان كده بنقول ان اللعب في الوش عاده بيكون بتخدير كلي، ما عدا الجفنين ممكن تعمليهم بتخدير موضعي. غير كده يبقى انا بضر المريض بتاعي. دي نقطة مهمة جدا، عشان البنك قلت بيعمل بوزيشن غلط لا بيحقن كمية غير كمية، فلما تيجي انت تحقني. وبعدين في حلمة تانية مهمة جدا يا استاذة في البنج الموضعي، ودي انا احب المشاهد دايما يعرفها. انا لو عملت عملية بنج موضعي بخرج المريض في تاني يوم، لكن لو عملت عملية بنج كلي بخرج المريض في نفس اليوم. ازاي؟ لما بتحقني سيادتك بنج موضعي، بتبدي المخدر الموضعي مع مادة زائد مادة قبضة للأوعية الدموية. المادة القابضة للأوعية الدموية دي عشان ما تخليش التخدير يهرب منك. مظبوط. تمام؟ للأسف في بعض الحالات إن بعد ست ساعات، سبع ساعات، المادة القابضة للأوعية الدموية دي بتفك، والتخدير كله البنج الموضعي اللي أنت حقنتيه ممكن يجري بسرعة يضرب القلب العين ويموت. سلام قولا من ربنا. خدت بالك إزاي؟ يبقى لما تيجي تعملي بنج موضعي، أنت محتاجة المريض يكون تحت عينك، يقول لك العيان عمل عملية وأكل وشرب وآخر النهار مات. لأن هنا انت ما فهمتيش طبيعه المريض بتاعك وطبيعه التخدير اللي انت عملتيه. العمليه مش اني اعمل عمليه، العمليه ان انا اشوف سلامه المريض واتابعه لغايه لما بالسلامه يخرج. يعني عشان كده انا في شغلي يقول لك لا، الحقيقه هو الدكتور نصحني بانه ممكن تتعمل موضعي وعادي ودي اسهل. هو ممكن يبقى الموضعي ده اخطر من الكلي طبعا، وده موجود وبنسبة عالية ومستقر وحاجة علمية معروفة تماما. هو دلوقتي البنج الكلي بقى فيري سيفتي، يعني مش عايزة اقول حاجة، انا مش دكتورة بنج، لكن اللي انا بسمعه ومناقشاتي في موضوع البنج دلوقتي بقى حقيقي اكتر حاجة اكثر امنا من البنج الموضعي. وده كلام انا مصر عليه، احنا بنتكلم فيه، وكويس ان سيادتك اثرتيه فعلا. المسألة مش مسألة اخدر قد ايه. وعلى فكرة ساعات بيجيلك برضو، احنا قاعدين بنتناقش، مريض بيصر يقول انا عايز اعمل بنج موضعي، وانت تشوفي ان الكلام ده فيه خطر على حياه المريض، ما تعمليش عمليه. صحيح. يعني سلامه المريض اهم من انك تشتغلي. إن هو لان انت في النهايه هتتحاسبي على الناحيه الجماليه والناحيه الصحيه بتاعت الشخص ده. فلما كنتيش تقدري تسيطري على الحاله،
من الناحيه الطبيه، فما فيش داعي نشتغل ولا نعمل حاجه. الدكتور يعني دايما بيحسب المريض اللي داخل له ده حد من عيلته يعني، وهو ده دي الامانه المفروض ودي بتحس بيها اكتر في التجميل. التجميل دي عشره يعني. صحيح. التجميل انت بس هي المشكله حاجه واحده يا استاذه، بنعرف ناس وبنعمل لهم شغل وتاني يوم بيهربوا مننا لما يشوفونا، لان خلاص لو عرفوك يسلموا عليك لا يبقى انت شبهه، انت بقيت بتاع تجميل بقى انت الاول. فاضل دقيقتين يا دكتور ومش قادره ما اسالكش على اللوبرد. خلاص دلوقتي عشان كبرنا في السن دلوقتي بقت تدلدل اهي المسائل والحياه باظت خالص، مش عارفه والرقبه بعيد عنك، فهنعمل ايه في الحته دي في دقيقتين؟ شوف يا استاذه احنا عاده بنقول حاجه من حاجتين، لو هي مساله دهون متراكمه ادت الى تساقط رقبه بتدي حقن معينه موضعيه عشان تخلي هذه الدهون تسيح في مكانها ويبقى عامل شد للرقبه وانتهت المشكله. شد بيبقى دهون معينه موجوده، لو اللغد سببه دهن تراكم مع حاجه من حاجتين، يا دهن اتكون بكميه كبيره يا جلد ارتخى. تمام. لو دهن اتكون بطريقه معينه بتحقن حقن موضعيه حلو وتخلصي من المشكله، وطبعا بيتعب الرفع للرقبه علشان يحصل تليف وترفع الرقبه. تمام. خلاص. لكن لو سقوط في الرقبه يبقى حاجه من حاجتين هتعملي جراحه، لازم جراحه تجميل. الله. والجرح بتاع جراحه التجميل حاجه من حاجتين، يا اما جرح بتسحبي الدقن كله بجرح بسيط موجود من هنا تحت الدقن، يا اما انك انت بتسحبي بالشد اللي هو موجود اللي هو الجرح اللي معروف قدام الودن وخلف الودن. قد ايه العمليه دي ولا بتاخد وقت قد ايه؟ لا كل هذه العمليات ما بتاخدش وقت، دلوقتي التقدم الطبي الكبير جدا، وصدقيني الموضوع يتوقف على خبره الدكتور وخفه ايده، لانك انت بتدخلي بين اعصاب الوش، واعصاب الوش دي عامله زي العقارب، العصب السابع بالنسبه لنا ده بابعه، واحنا بنشتغل معاه لازم نكونوا حريصين بطريقه معينه، انما ما بتاخدش الوقت اللي متخيلها. طيب دكتور الشرط اللي هنا اللي بقت دي بتطلع في الرقبه، الشرط الموجوده في الرقبه دي عباره عن ارتخاء في عضله معينه ليها اسم معين، هذه العضله بمجرد بالمنظار او بسن مشرب بتقطعي هذه العضله كل الشرط دي راحت، ودي بتبقى حاجات خفيفه وموضوعيه وتقدري تخلصي منها. فدي من الحاجات اللي بترجع الرقبه وبترجع، اذا كنا بنتكلم على الشرط بس، انما اذا كنا بنتكلم على الرقبه كرقبه وسقوط دقن كدقن ده جراحه تجميل تتعلق بشد الرقبه، لكن لو كنا بنتكلم على شرط بس فدي موضوعيه تقدري تتعاملي معاها بتخدير موضعي. حضرتك بقى تشوف المساله بعد الحلقه بقى عشان تقول الموضوع ايه. يشربني يا استاذ تحت امرك. الحلقه خلصت. لا التجميل ده لازم نقعد ساعه، ما ينفعش نص ساعه. لا انا تحت امرك طبعا. اهلا وسهلا دكتور، ميرسي جدا على وجود حضرتك معانا وميرسي على المعلومات القيمه اللي حضرتك اديتها لنا. لا تحت امرك، بشكرك بشده. ميرسي جدا يا دكتور، واتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم وافادتكم. مهم جدا 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 ان احنا نعرف نبقى اب تو ديت، نعرف الجديد في طرق العلاج، لان الشهر اللي فات غير الشهر ده، بقى فيه سرعه فظيعه في طرق العلاج، واللي كان آمن من شهر ما بقاش آمن دلوقتي، واللي آمن دلوقتي مش هيبقى آمن بعد، يعني لازم تبقى عارف ايه اللي بيحصل فيك، مش انا مجرد عايزه ابقى حلوه وعايزه ابقى صغيره اروح انا بقى واخبط اي باب واعملوا لي اي حاجه، لا لازم تدرسوا المواضيع. واكلم السيدات خاصه، ان يعني السيدات اكتر جرحا بالنسبه لكبر السن. بشكركم، وإلى اللقاء غدا وفي نفس الميعاد. ولايف كلينك. باي باي.